أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من آخر طبعة، والتي نستضيف فيها من دمشق أستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق جمال محمود، وأيضا من برلين مدير المركز الكردي للدراسات نواف خليل. بداية أهلا بكما، واسمح لي سيد نواف أن أبدأ مع السيد جمال من دمشق. إذا سيدة جمال، يعني تبقى عمليات دير زور وتحديدا مع انطلاق عملية والفجر 3 ربما يعني العنوان الميداني الأبرز على الساحة السورية، هل بدأت مرحلة نهاية داعش في سوريا برأيك؟ طبعا بكل تأكيد، حتى أن المبعوث الأممي ديمستورا بتاريخ 1/9 أكد بأنه نهاية داعش في سوريا سيكون في شهر تشرين الأول، وأشار بأن الحرب قد انتهت، وهذا ما أشار إليه سابقا أيضا روبرت فورد، وخاصة على قناة الميادين كما تعلمين بتاريخ 6/9 وبتصريحه لصحيفة ذا نوشنال الإماراتية بتاريخ 29/8. عملية دير الزور هي من العمليات الهامة الوطنية الكبرى، بدأت عمليا مع العمليات في البادية السورية بتاريخ 6/5 كما تعلمين، ولقد أشارت قناة الميادين ب 25/5 كما تعلمين بسيطرة الجيش العربي السوري وحلفائه على 13,000 كيلومتر مربع، وكان التحول الأهم والأكبر في 9/6 بوصول الجيش العربي السوري وحلفائه والقوات الرديفة إلى الحدود السورية العراقية بتاريخ 9/6 والتقاء الجيشين السوري والعراقي بتاريخ 18/6، فضلا عن ذلك كما تعلمين بتحرير مدينة السخنة بتاريخ 12/8 ودخول الجيش العربي السوري مدينة دير الزور ب 27/8 من خلال البادية. الآن أعلنت عملية الفجر 3، هي ستكون باتجاه كما تعلمين البوكمال وباتجاه القائم من قبل مناضلي ومجاهدي قوات الحشد الشعبي. هذا الموضوع يحصل بعد تجاوز ما يسمى بالخطوط الحمراء الأمريكية وبتجاوز ما يسمى بحاجز التنف، والحديث الأمريكي عن الانسحاب من هذا الجزء من الأراضي السورية حسب صحيفة الأخبار ب 2/8 وحسب صحيفة فيزيكلياد الروسية ب 3/8 وصحيفة الحياة ب 5/8. والحقيقة نحن ننتظر عمليات مجاهدي قوات الحشد الشعبي بالجزء الأيسر من الشرقات وبالتوجه نحو القائم والتوجه عبر حديثة إلى عنا. العملية في دير الزور هي عملية في غاية من الأهمية، ولقد تم فك الحصار عن مدينة دير الزور كما تعلمين يوم الثلاثاء ب 5/9، وتم تحرير العديد من الأحياء الهامة كالبغيلية في 14/9 والجفرة ب 16/9 وفك الحصار الكلي عن مطار دير الزور العسكري بتاريخ 9/9 ومطار التيم بتاريخ 9/9 والمالحة ب 9/9 إلى آخره. إنها عملية وطنية بكل تأكيد، وهي تجاوز الخطوط الحمراء الذي وضعها الأمريكي، وخاصة حينما قال بأننا نحن موجودين في الجزء الشمالي من طيب، وبما أنك تتحدث يعني وبما أنك تتحدث يعني سيد جمال عن الخطوط الحمراء، من الواضح يعني بأن الوضع فيما خص عمليات دير الزور هو مرشح لمزيد من التطورات وتحديدا على الأرض، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أيضا يعني دخول قسد على خط العمليات ربما من الضفة الشرقية. دعني بداية يعني أسأل، يعني أين ستصبح التفاهمات الروسية الأمريكية فيما خص السلامة الجوية؟ هلا أقول لك الموضوع، السلامة الجوية هي اتفاقية قديمة بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية وقعت في تاريخ 20/10/2015، يعني بعد التدخل الروسي في سوريا اللي تم يوم الأربعاء ب 30/9. ولكن هذه الاتفاقية تم توقيفها وايضا يعني عيد العمل بها يعني ليس من وقت طويل، لا. ليس كذلك؟ هلا تم توقيفها عده مرات ولكن لا. اعيد العمل بها بعد ايام، على سبيل المثال بعد العدوان الامريكي على سوريا صحيح. في مطار الشعيرات في 7/4 تم توقيفها ولكن تم اعادتها. بتاريخ 19/6 تم توقيفها بعد العدوان الامريكي على القوات السوريه في منطقه التنا بالمنطقه، وثم اعيد العمل بها كما تعلمين. بالامس رئيس الاركان الامريكي دانفورد تحدث بشكل او باخر عن ما يسمى بقصف روسي لقوات قصد ب 16/9، وقال انه هذا الموضوع تم حله ونحن سنحافظ على مناطق خفض التوتر في منطقه وادي الفرات. انا اؤكد لك ان هناك
هناك تفاهم روسي أمريكي حول مناطق ما يسمى بمنع التصادم، بمنع التصادم في سوريا. وأنا هنا أستشهد بتصريح الجنرال شويغو ب 30/6 حينما قال بأن إجراءات التحالف هي ضمن إجراءات التفاهم مع روسيا الاتحادية، وهذا ما أشارته إليه صحف لبنانية عديدة كصحيفة الأخبار ب 30/5 وب 31/5 وب 2/6 و10/6. هذا كلام دقيق، ولكن للولايات المتحدة الأمريكية سياسة عدائية تجاه الدولة السورية الوطنية وتدعي بخطوط حمراء، وهي التي أوعزت مؤخرا للأسف الشديد لمجلس دير الزور العسكري بالهجوم باتجاه ريف دير الزور الشمالي. طيب، يعني من الواضح يعني بأنك سيد جمال تركز بأن يعني على أن التفاهمات الروسية الأمريكية فيما خص تحديدا يعني السلامة الجوية لن تتأثر، ولكن يعني قوات سوريا الديمقراطية تقول بأنها لن تسمح للجيش السوري بالانتقال إلى الضفة الشرقية من نهر الفرات، فيما يعني تقول ربما المستشارة للرئاسة المستشارة العالمية ورئاسية للرئاسة السورية تؤكد السياسية للرئاسة السورية تؤكد بأن الجيش السوري سيقاتل أي طرف يمنعه من السيطرة على كامل البلاد. إذن أي سيناريوهات هي المتوقعة برأيك؟ أنا دعني أؤكد لك الحقائق الآتية. بتاريخ 26/8 حسب صحيفتي الأخبار والحياة كان في حديث من المدعو أحمد أبو خولة بالهجوم على دير الزور، وهذا ما أكده أيضا طلال سلو المتحدث الرسمي باسم قصد ب15/8، ولكن هن عادوا مجددا من خلال محمد الشعيطي بتاريخ 25/8 وحسب صحيفة الأخبار 29/8 أنه الهجوم تبعهم هو باتجاه ريف دير الزور وليس دير الزور كمدينة، وهذا ما أشار إليه التحالف الأمريكي ببيانه الصادر بتاريخ 15/9 كما تعلمين، حينما قال بأن قصد لا تنوي الدخول إلى مدينة دير الزور. الرغبة الأمريكية هي أنه تتوجه قوات قصد من ريف الحسكة الجنوبي، من الحسكة لاحتلال ريف الحسكة الجنوبي كما تعلمين وريف دير الزور الشمالي، مرورا بالشريط الحدودي من طل صفوك إلى البوكمال واحتلال مدن مركدة وصور كما تعلمين. هي حقائق الحقيقة موجودة على الأرض. طيب، ولكن اسمح لي أن أنقل هذه الحقائق وهذه النقاط. كما قال، عفوا بس أنا أكمل، كما قال أحمد أبو خولة ب15/9 بأنه لن يسمح للجيش العربي السوري بدخول أو بعبور نهر الفرات. الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية زخاروفا ب15/9 أكدت عبور الجيش السوري نهر الفرات وأنه الآن يثبت نقاطه في الضفة الشرقية. هذه أراضي سورية، ومن حق القوات المسلحة السورية الباسلة والقوات الحليفة عبور النهر شاء من شاء وأبى من أبى. طيب سيد جمال، اسمح لي أن نعم يعني لنعطي الوقت أيضا لضيفنا أيضا من برلين السيد نواف خليل وهو مدير المركز الكردي للدراسات. سيد نواف، يعني بداية أهلا بك، يعني إذا ما كانت عمليات يعني التي انطلقت من قبل الجيش السوري وحلفاء في محور المقاومة وتحديدا عملية والفجر 3 هدفها الوصول إلى دير الزور، ما هو الهدف من عمليات وعاصفة الجزيرة؟ أي نقطة تريد قصد أن تصل إليها في تلك المنطقة؟ صباح الخير لك والمشاهدين. تفضل. يبدو بأن سيد نواف لا يسمعنا جيدا. نعم، إلى أن يعني نصلح الخطأ التقني أو هذا العطل التقني نعود إليك سيد نواف. من جديد يعني أعود إليك سيد جمال، يعني أنتقل معك من عمليات التي دائرة في دير الزور إلى ما نتج ربما عن مؤتمر أستانا أو محادثات أستانا 6. بداية برأيك، ما هي إيجابيات وسلبيات الجولة الأخيرة؟ لك أنسر أنا. نعم. طبعا علينا أن نعود إلى تاريخ 3/4/5/2017 بالأستانا بالجولة الرابعة
حينما تم إقرار المناطق الأربعة كما تعلمين. هي واحد. اثنين، ما حصل فيما بعد تم خارج إطار الأستانة. ما حصل فيما بعد كان مصادرة فعلية لمخرجات الأستانة، كالاتفاق الروسي الأمريكي يوم الجمعة بتاريخ 7/7، كالاتفاق حول الغوطة يوم السبت 22/7، كالاتفاق حول ريف حمص الشمالي بتاريخ 31/7، يعني كان يوم 2، وتم التطبيق ب 3/8 يوم الخميس. كل هذه الاتفاقيات تمت خارج الأستانة عمليا وفعليا. الجولة الخامسة بتاريخ 4/5/7 فشلت هذه الجولة بسبب الموقف التركي الراغب بتواجد عسكري تركي في سوريا، أي تحويل وجود القوات التركية من وجود طارئ إلى وجود دائم، وهذا ما حصل في 4/5/7. ما لم يتم في 4/5/7 تقريبا تم مؤخرا في الأستانة بتاريخ 14/15/9. والدليل القطعي على ما أقوله ما ذكرته صحيفة ييني شفق التركية المقربة لأردوغان، حينما قالت بأن القوات التركية ستدخل الأراضي السورية عبر الريحانية وييل داغي بعمق من 35 إلى 50 كيلومتر في إدلب، وستسيطر على المنطقة الغربية في إدلب المحاذية للواء إسكندرون، وحددت المناطق كدرة عزة ومطار تفتناز وأريحة وجسر الشغور ومعرة النعمان، وهي ذكرتها، وقالت أنه سيصل عدد القوات التركية وما يسمى بالجيش الحر إلى 25,000 مقاتل. هذا الكلام كلام خطير وخطير جدا، وأنا علي أن أنبه إلى هذه الناحية. فضلا عن ذلك بأنه اللقاء الأخير خرج باتفاق حول ما يسمى بمركز تنسيق روسي أمريكي، هي من ناحية، ومن ناحية بخروج مراقبين 1500 من كل دولة ب 500، ولكن تصريح صحيفة ييني شفق ينفي ذلك. طبعا البيان صدر بعشر نقاط لا نريد الدخول في ذلك، وأنا هنا أؤكد بأن إدلب هي أكبر تجمع إرهابي في العالم، ومن الصعوبة بمكان تطبيق ما يسمى بمناطق تخفيف التصعيد في هذه المدينة. ولقد أفصح عن ذلك المبعوث الأمريكي للتحالف بريت ماكفور كما تعلمين بتاريخ 31/7، حينما قال بأن إدلب قد أضحت جنة القاعدة بفضل الأسلحة التي وصلت من شركة. نعم. وسوف نركز أكثر يعني فيما خص إدلب، وهي المنطقة الرابعة لخفض التوتر سيد جمال، ولكن اسمح لنا أن نعود إلى سيد نواف قبل أن ينقطع الخط معه. كنت قد سألتك عن عمليات عاصفة الجزيرة، هي متواصلة بطبيعة الحال، أي نقطة تريد قصد أن تصل إليها؟ مرحبا بك، فقط دعيني أمر على بعض النقاط سريعا. يعني أعتقد الحديث الذي جرى يوم أمس بين فاليري غراسيموف ورئيس هيئة أركان الجيش الأمريكي حول ما جرى في مدينة دير الزور، سيكون ذلك أعتقد جزء من ترسيخ التفاهمات الموجودة حول قواعد الاشتباك التي أحيانا يتم اختراقها فيما يتعلق بالوضع في سوريا. بالنسبة للعملية هدفها واضح جدا، العملية تستهدف تحرير ما تبقى من ريف الحسكة وخاصة بلدة مرقدة وصولا إلى ريف دير الزور. بصراحة استغرب كثيرا يعني حينما يقول الضيف احتلال بلدة مرقدة. بلدة مرقدة محتلة من مجرمي داعش، وقوات سوريا الديمقراطية ستحررها بكل تأكيد. قواعد الاشتباك هنا أيضا واضحة، المناطق التي محتلة من داعش هو هدف استراتيجي لقوات سوريا الديمقراطية، أما المناطق التي يستعيدها الجيش بالتأكيد يعني كما أعلم لن يكون هناك محاولة من جانب قوات سوريا الديمقراطية الاشتباك مع قوات الجيش والقوى الحليفة والرديفة كما يقول الضيف هناك. لكن إذا هوجمت قوات سوريا الديمقراطية فبالتأكيد هي تمتلك حق الرد. يعني ما الذي يضير أي جانب سوى تركيا التي تصرخ كثيرا، والآن نسمع بعض الأصوات التي لا تقبل أن تتوجه قوات سوريا الديمقراطية وهي قوات مكونة من الكرد والعرب والسوريان السوريين الذين يعني أثبتوا جدارة كبيرة في محاربة أعتى مجرمي العصر الذين
وصلوا من أكثر من 80 دولة من العالم. هذه القوات حررت معاق كانت ما كان يعتبر معاق لداعش، منبج تل أبيض، الطبقة أخيرا حيث السد الاستراتيجي، والآن تكاد مدينة الرقة حيث الخلافة الداعشية المزعومة أن تتحرر ويتحرر أهل الرقة من السواد. طيب أفهم منك يعني سيد نواف بأن ليس هناك ربما من تصادم أو اشتباك يعني قد يلح في الأفق بين الجيش السوري وحلفائه من محور المقاومة، وأيضا بين يعني قسد المدعومة من التحالف الأمريكي، ولكن يعني إذا ما وصلت يعني قسد إلى نقاط كان يريد الجيش السوري الوصول إليها، هل هذا يعني بأن قسد سوف تثبت نقاطها ولا تنسحب للجيش السوري الذي يجب ربما أن يبسط سلطته على تلك الأراضي؟ الآن يعني الأمر الآخر الغريب بالنسبة لي، تركيا تستعد لاحتلال مزيد من الأراضي السورية، وهذا ما يجب أن يكون كل السوريين بمختلف انتماءاتهم وتوجهاتهم وآرائهم وزاوية النظر إلى الأمور أن يكونوا بالضد من هذا الاحتلال وبالضد من توسيع الاحتلال. يعني هناك جهات تعمل لي تمهيد. هل تتحدث وهل تعني سيد نواف يعني ما خلص عليه يعني اجتماعات السنة 6، هل هذا ما تقصده؟ نعم بالتأكيد، يعني الآن يعني آخر الأخبار تركيا تحشد على الحدود وتستعد للدخول إلى أدلب. يعني لا أعلم يعني ما هي الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين جبهة النصرة أو بعض من الأطراف التي تحتل أدلب وتركيا، لأن هي كانت الدعم الأكبر لهم. نعم، ولكن يعني لنكن واضحين سيد نواف، يعني فقط يعني لنضع يعني النقاط على الحروف، يعني هذا يعني تركيا سوف تدخل إلى سوريا بناء على ما جاء في محادثات أستانا 6، وهي اتفاقات مؤقتة مدتها فقط يعني 6 أشهر قابلة للتمديد، يعني ليس هناك ربما من لغط في هذا الإطار، أليس كذلك؟ تركيا لا تدخل إلى منطق، يعني تركيا ستدخل كي تجلب الرخاء للشعب السوري. تركيا هي التي لا الدور الأكبر في الخراب الذي أصاب سوريا. تركيا التي فتحت الحدود في سريكانية رأس العين لدخول شذاذ الآفاق من مجرمي النصرة وغرباء الشام. تركيا التي فتحت حدودها لعشرات الآلاف ليدخلوا إلى سوريا من 80 دولة. هل بتنا نعتقد أن تركيا باتت يعني ستقوم بدور حمامة السلام أو القوة التي ستجلب الرخاء للشعب السوري؟ لا تقول انها ستدخل إدلب فقط، بل ستقول انها ستتوجه الى عفرين. نعم، وربما وحيث عشرات الالاف من النازحين الذين يعني توجهوا الى هذه المدينه. بالنسبه للسؤال، يعني لن يكون هناك صدام الا اذا كان هناك هجوم على قوات سوريا الديمقراطيه. الان سوريا ليست في حاله عاديه، هناك داعش والنصره وعشرات ربما مئات المجموعات التي لا يعلم يعني منبتها احد، او الجماعات التي تدعمها هذه الدوله او تلك وتعمل وفق تلك الاجندات. من الطبيعي إذا كانت قوات سوريا الديمقراطية تنفذ البرنامج الذي وضعته وأعلنته بكل وضوح، ستعمل لتحرير كل المناطق التي تحتلها داعش وغيرها من المجموعات الإرهابية. طيب، سوف نتحدث عن ما حصل في دير الزور، ولكن قبل ذلك يعني فيما خص تركيا وعن إن ما كانت يعني هي من حمام السلام، ربما يعني الجواب يكمن في ما قالته الخارجية السورية بأنها يعني تعتبر أي قوات على أراضيها هي قوات معادية إذا ما خرجت عن نطاق يعني الاتفاق الذي رسم في السنة 6. بالعودة إلى ما يعني إلى ما حدث في دير الزور وما قيل عن استهداف ربما للطيران الجوي السوري والسوري والروسي لقوات قسد هناك، يعني المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية نفى الأمر بداية وقال يعني بأن القوات الروسية لم ترصد أي معارك بين داعش وأي قوات على الضفة الشرقية لنهر الفرات، ومع ذلك تم الدخول من قبل قسد المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية إلى بعض مواقع داعش. كيف يمكن أن يفهم هذا الكلام؟ السؤال موجه لي؟ نعم، بالتأكيد يعني ما يقوله جزء من يعني من الحرب العامة الإعلامية. يعني القوات تم استهدافها و يعني هناك 6 جرحى تم استهدافهم، يعني كيف يمكن أن يكون ذلك؟ وقبلها بيوم أيضا رئيس الوفد الروسي إلى الأستانة أشاد بدور القوات الكردية في إشارة إلى قوات سوريا الديمقراطية التي تضم الكرد والعرب وبقية المكونات الذين حرروا مناطق عديدة. هذه المسألة أعتقد ستنتهي بعد الحديث الذي جرى بين دانفورد وغراسيموف رئيسي هيئة الأركان الروسية والأمريكية، وربما
سيكون هناك خطوط جديدة وربما أكثر رسوخا فيما يتعلق بقواعد الاشتباك كي لا تتكرر الحادثة التي أدت إلى عملية القصف وأسفرت عن جرح عدي 6 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية. نعم، ولكن يعني ما قصدته بكلام الصادر عن وزارة الدفاع الروسية هو ربما تشكيك بحدوث أي عمليات أو مواجهات بين داعش وقوات قسد. ألم تصلكم هذه الرسالة؟ نعم، بالتأكيد الجميع يراقب ذلك، وهناك العديد من وسائل الإعلام التي ترافق قوات سوريا الديمقراطية، والآن مجلس دير الزور العسكري فيما يتعلق بتلك العمليات، كيف عمليات مزعومة وهناك يعني عمليات استشراس من قبل هؤلاء الذين أعتقد لو لم تبادر قوات سوريا الديمقراطية بالهجوم عليهم ربما كانوا سيتوجهون إلى الداخل في الحسكة، أو يعني محاولة الهجوم على قوات سوريا الديمقراطية التي تكاد تطبق الحصار الكامل وتنهي وجود داعش في مدينة الرقة التي يستشرس فيها مسلحي داعش وخاصة الأوزبك وبقية المجرمين الذين جاءوا من خارج الحدود. نعم سيد نواف، سوف نستكمل هذا النقاش وإياك وأيضا والسيد جمال، ولكن بعد فقرة اقرأ تركيا نتابع. ياني شفق، كونوا متأهبين. في إطار الاستعداد لعملية إدلب أرسلت القوات المسلحة التركية تعليمات إلى المجموعات المعارضة التابعة للجيش السوري الحر بأن كونوا متأهبين، حيث سيشارك في المرحلة الأولى إلى جانب الجيش التركي 5000 مقاتل من الجيش الحر. وتشهد الأيام الأخيرة الحشود الأكثر كثافة منذ بدء الأزمة في سوريا على خط هاتاي الإسكندرون إدلب، وستشمل منطقة العمليات في المرحلة الأولى خط إدلب اللاذقية حماة. وتأتي التعزيزات التركية ولا سيما الآليات الثقيلة عبر قطارات النقل من منطقة قيرقلار إلي ولولوبورغاس في تراقيا الأوروبية إلى هاتاي. وتعمل تركيا على تنظيم الجيش الحر والفصائل المعارضة ليشكل جيشا نظاميا من كل النواحي، كما تحضر تركيا لتعميم نموذج جرابلس على منطقة إدلب لجهة تنظيم الحياة العامة والأمن والتعليم. مليات، يكفي قطع أنبوب الحياة عن بارزاني. حسمت تركيا موقفها منذ البداية بمعارضة استفتاء كردستان، وسيضع مجلس الأمن القومي التركي النقاط على الحروف في اجتماع يوم 22 من أيلول سبتمبر الجاري. أما الولايات المتحدة فإنها تحضر للعبة جديدة ضد تركيا بالإيهام بأنها ضد الاستفتاء، لكنها تمسك بيد بارزاني للإصرار على موقفه. تركيا بإمكانها فعل الكثير من الخطوات الجدية المؤثرة. أولاً، تستطيع منع مرور النفط في خط الأنابيب الآتي من العراق، فلن يبقى حينها شيء لبرزاني. وإضافة إلى الخطوات الدبلوماسية، فإن لتركيا إمكانية التحرك عسكرياً بأن تدخل بموازاة الضفة الشرقية لنهر دجلة إلى تسخرماتو فتى العفر وصولاً إلى الموصل، ما يعني قطعاً مع القسم الغربي من سوريا. لكن مثل هذه العملية تعني حرباً ضد الولايات المتحدة، وقرار ذلك بيد العسكر. يكفي أن تكون تركيا مصممة لكي يتراجع بارزاني عن قرار الاستفتاء. أعود إليك سيد جمال، وربما يعني أنقل لك المخاوف والهواجس التي أثارها السيد نواف من الوجود التركي على الأراضي السورية. يعني هل يمكن القول بأن التواجد التركي على الأراضي السورية قد تشرعا من خلال اتفاقات يعني مناطق خفض التصعيد، وبالتالي يعني ما الذي يمكن أن نتوقعه في المقبل من الأيام؟ أنا أؤكد لك أنسي أن الدولة السورية الوطنية وقفت مع الأخوة الأكراد موقف حازم وجدي وقوي حينما هددت تركيا بلدة عفرين كما تعلمين في نهاية حزيران. وكان في تصريح للأستاذ وليد المعلم عن دور الأخوة الأكراد في محاربة الإرهاب، وهذا كلام واضح، حتى أن صحيفة الأخبار اللبنانية بتاريخ 3/8 تحدثت عن عملية إنشاء ما يسمى بغرفة مشتركة بين الجيش العربي السوري والأكراد. والقيادة الكردي في المقاطعة في الجزيرة ريزان حدو أكد بأنه
نتيجة الموقف السوري، الحكومة السورية، الدولة السورية الوطنية، الأتراك لم يتدخلوا في معركة دقنة، بعكس التدخل التركي في جبل كراتشوك في نيسان من هذا العام وبوجود الأمريكي. هذا كلام قطعي. بمعنى آخر، نحن ننظر للأكراد بشكل عام كجزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، ونحن لدينا عدو مشترك وهو الإرهاب المتمثل بداعش والنصرة والمنظمات الإرهابية الأخرى. ولكن لنا نظرة وحساسية تجاه العلاقة الكردية الحالية، يعني حزب الاتحاد الديمقراطي ومجموعته، مع الولايات المتحدة الأمريكية العدوة الأولى للشعب العربي السوري. هذا كلام قطعي. أنا أؤكد لك أيضا بأن تركيا دعمت الجماعات والمجموعات والعصابات الإرهابية في سوريا منذ بداية الحرب الاستعمارية على الدولة في آذار 2011، وغزت الدولة السورية بشكل واضح كما تعلمين ب 24/8/2016. نعم، وإذا لماذا يتم سيد جمال الوثوق بها في هذا الوقت؟ عفوا، بس هنا أنا أكمل الفقرة. نعم، ولكن وأقامت معسكر شبيه لمعسكر بعشيقة في منطقة الزيارة قرب إعزاز، والأتراك الحقيقة للأسف الشديد هم المستفيدين الأول والأخير من العلاقة التركية الروسية مؤخرا. ونحن منذ تصحيح العلاقة الروسية التركية في حزيران العام الماضي ولقاء الزعيمين بوتين والإرهابي أردوغان بتسعة ثمانية حتى اليوم، نحن لم نلحظ أي تغيير في السياسة التركية تجاه الدولة السورية الوطنية. وأنا هون بذكرك بتصريح للإرهابي أردوغان بتاريخ 19/4/2017 حينما قال بأنه لن تقوم قائمة للدولة السورية الوطنية، كتصريحه السابق بتاريخ 7/7/2016 حينما قال بأن سوريا زائلة من الخارطة. وبالتالي الاتفاقيات الأخيرة وخاصة الاتفاق الأخير، تركيا هي المستفيد الأول والأخير. وإذا أنت بتلاحظي معي منذ بداية عملية الأستانة ب 23/1، تركيا حينما رأت بأن الاتجاه غير مؤاتي لها عطلت الاجتماعات السابقة. على سبيل المثال، هي عطلت الاجتماع الذي تم في الأستانة بتاريخ 16/2، وعطلت الاجتماع الذي تم ب 14/3، وعطلت الاجتماع الذي تم بتاريخ 4/5/7. الآن هي ترى أن الفرصة مؤاتية لها، سيما وأن تركيا قد طرحت في 23/8 وفي 28/8 وفي 29/8 مشروعة في إدلب، حينما تحدثت عن إنشاء ما يسمى بإدارة مدنية في إدلب والتعامل مع النصرة، ومن ثم صحيفة يين شفق قالت أنه نحن دعينا النصرة لحل نفسها ضمن الخلاصة العصابات الإرهابية. نعم، الخلاصة أن ما حصل في السنة 6 هو مصلحة تركيا قبل أن تكون أيضا هي مصلحة سورية. أعود لك يعني يا سيد نواف، وأنتقل معك ربما إلى ملف آخر. هناك انتخابات وفق قانون لما يسمى الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا. يعني توقيت هذه الانتخابات إلى أي حد يمكن أن يشوش على عمليات مكافحة الإرهاب المتمثل بداعش، إذا كان يعني هذا هو على رأس أولويات قسد ويعني المكون الكردي في سوريا؟ تعليق سريع، يعني إذا كانت عمليات أستانة تؤدي إلى تعزيز الموقف التركي وإلى فتح المجال لدخول تركيا إلى مزيد من الأراضي السورية وتهديد المناطق الآمنة أصلا التي لا تحت يعني وليس فيها تصعيد كعفرين وغيرها، إذا لماذا توافق إيران وروسيا وبشكل أو بآخر النظام في سوريا؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، أعتقد المناطق التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية وتحميها يعني الآن هي مناطق واسعة، يعني أكثر من 40,000 كيلومتر مربع. هذه المناطق يا سيدتي تحتاج إلى إعادة هيكلة من النواحي الإدارية التنظيمية كي يصار إلى تقديم خدمات أفضل للناس، ولأن لا أحد باعتقادي يعني لا أحد يمكن أن يحدد متى يمكن الخروج من حالة الصراع الموجودة في سوريا. هذه المسألة بدأت مع الإدارة الذاتية كما قال السيد جبريل برسوم، وهو من السريان المسيحيين في المحافظة، قال بدأنا مع الإدارة الذاتية وسننتهي بتأسيس النظام الفيدرالي، وهو رئيس الهيئة التنفيذية ورئيس المشترك للهيئة التنفيذية لفيدرالية شمال سوريا. طيب، إذا
إذا ما كنت يعني تشدد سيدة نواف على فكرة ربما إعادة الأعمار وإعادة ربما الخدمات للمناطق الكردية في الشمال السوري، وهذا هو هدف الإدارة الذاتية ومن ثم الفيدرالية. الفيدرالية يعني معظم الدول تعارض هذه الفيدرالية، وعلى رأسها ربما يعني سوريا وروسيا وتركيا وبالتأكيد إيران. إذا من سيدعم الكرد في إعادة بناء ذاتهم في سوريا؟ نعم، فقط هل سيكتفون بالولايات المتحدة الأمريكية؟ هل تثقون إلى هذا الحد بالولايات المتحدة الأمريكية أيضا؟ يعني كما قلت المسألة حينما بدأت بالإدارة الذاتية أيضا لاقت رفضا عاما من تركيا وغير تركيا، لكن روسيا يعني لا أعلم شكل الرفض الروسي، لكن المسألة لا تتعلق لا بدعم الولايات المتحدة الأمريكية ولا بعداء تركيا. أنا أتحدث عن تطوير الخدمات الموجودة أصلا، لأن الكرد في روجافا وشمال سوريا لم يقدموا على تخريب أي شيء من البنية التحتية. هذه الآن المعارضة تتحدث عن الفرق بين النظام والدولة، مؤسسات الدولة موجودة في كل المناطق لكنها تحتاج أيضا إلى تطوير. الانتخابات ستبدأ بأصغر وحدة إدارية وهي الكومين الذي سينتخب من القرى وصولا إلى المناطق، وبعد ذلك الإدارات الأخرى. المسألة تتعلق بتطوير هذه المنطقة وصولا إلى اليوم الذي سيجلس فيه جميع الفرقاء على طاولة لوضع خريطة للخروج من هذه الحالة ووضع خريطة سوريا المستقبل. القضية لا تتعلق بالقوى الخارجية أو بالثقة بهذه الدولة أو تلك الدول. يعني نحن ندرك ونعلم جميعا ليست هناك دول يعني تتصرف أو تتعاطى كجمعيات خيرية. الدول مصالح، إذا التقت مصالحها مع هذا الطرف أو ذاك يعني سيكون هناك لقاء. الآن في الأستانة كيف يلتقي الإيراني والروسي والتركي رغم كل المتناقضات؟ إذن الكردي أيضا يبحث عن الأطراف التي يلتقي معها، لكن هذه المسألة ستبقى في شكلها النهائي حينما يتم وضع خارطة طريق أو دستور سوريا المستقبلي. أعتقد يعني تجربة الفيدرالية التي أعيشها في هذه الدولة، دولة الأمة ألمانيا موجودة، تجربة الفيدرالية إذا قال البعض التجارب الأوروبية لا تفيد، تجربة الإمارات موجودة، تجربة السويسرية والدنماركية، وأنا لا أقول لنحمل هذه التجارب التي لا صيرورة مختلفة والتي بها إلى هناك، لكن نعم، ولكن تجربة يعني التجربة المركزي المطلق، تجربة الحكم المركزي المطلق أثبتت فشلها الذريع ليس في سوريا فحسب بل في كل دول العالم. نعم، ولكن يعني التجربة التي تتحدث عنها يعني سيد نواف ربما تريد أن تقدم نموذج آخر في الدولة السورية، وكما قيل يعني من قبل الهيئة التنفيذية هو نموذج العدالة والديمقراطية وما إلى ذلك، ولكن يعني ما رأيناه في محافظة الحسكة وتحديدا يعني عندما اعترض يعني من الأهالي العرب على النموذج التعليمي المقدم من قبل الكرد، يعني رأينا تعاطي ربما يشبه يعني ما تنتقدونه. كان هناك تفريق للتظاهر، كان هناك استخدام للعنف، يعني أي نموذج تريدون أن تقدموه أو أن تختلفوا عنه عن السابق؟ نعم، بدقيقة واحدة لو سمحت. نعم بدقيقة واحدة، أساسا ليس هناك فرض للغة العربية، هناك حتى بعض الكرد وأنا لا أخفي ذلك، يعني هناك بعض هناك الكرد فرض للغة الكردية وليس اللغة العربية. لا 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 لا، أنا أقول لك هناك بعض الكرد، يعني أكثر من ذلك أقول لك هناك بعض الكرد الذين يرسلون أبنائهم إلى المدارس التي تعلم بالعربية، بعض الكرد الذين هم مثلا حتى قوى سياسية موجودة في الائتلاف ترسل أبناء إلى المدارس التي تدرس بالعربية، فكيف إذن بأبناء العرب؟ ليس هناك فرض اللغة الكردية على الإطلاق، ليس على العربي فقط، ليس هناك فرض حتى على الكردي. إذن يعني هذه التظاهرات أتت من فراغ؟ كيف؟ هذه التظاهرات أتت من فراغ؟ ليست من فراغ، يعني هناك قوى تحاول أن بالتأكيد إحداث حالة ارباك. أنا أزور المنطقة، أنا لا أتحدث كزائر من أوروبا، كل سنة أزور المنطقة من ديريك وصولا إلى بقية المناطق الكردية والعربية. ليس هناك فرض لأي لغة لا كردية ولا عربية. شكرا. الكل حر فيما يختار، حتى الكردي كما قلت يمكنه أن يختار أن يدرس أبنائه باللغة العربية. شكرا جزيلا لك سيد نواف خليل، وأنت مدير مركز الكردي للدراسات، كنت معنا من برلين، وأرجو أن تبقى معنا سيد جمال، ولكن سنعود مجددا إلى آخر طبعة بعد هذا الفاصل.
أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذا الحلقة من آخر طبعة، وأيضا أجدد الترحيب بضيفنا من دمشق أستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق السيد جمال محمود. سوف نتابع هذا النقاش سيد جمال، ولكن اسمح لنا أن نتوقف مع فقرة اقرأ الحدث ومن ثم نتابع. الشرق القطرية، السعودية تعتزم فتح سفارة في القدس المحتلة. قال اللواء أنور عشقي رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية ومسؤول العلاقات السعودية الإسرائيلية والمقرب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إن بلاده تعتزم بناء سفارتها في إسرائيل قريبا. جاء ذلك في حوار تلفزيوني مع قناة 24 الإخبارية الإسرائيلية. وجاءت تصريحات عشقي في الوقت الذي أكدت فيه حكومة نتنياهو عدم موافقتها مستقبلا على افتتاح سفارات جديدة في تل أبيب، وستشترط على الدول التي تقيم معها علاقات جديدة فتح سفارتها في القدس المحتلة وليس في تل أبيب. وتتجاوز تصريحات عشقي تطبيع العلاقات بين البلدين إلى ضرب ثوابت القضية الفلسطينية بشأن إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة، وهو ما يعني ليس قتل المبادرة العربية فقط، وإنما يعني تصفية القضية الفلسطينية تماماً. وتتوافق تصريحات عشقي مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبة واشنطن في نقل سفارتها إلى القدس المحتلة، خاصة أن السعودية تسير في ضوء توجهات السياسة الأمريكية حتى وإن تعارضت مع مصالحها ومصالح المنطقة والشعب الفلسطيني. الوطن السوري، حيدر للوطن، تخفيف التوتر في إدلب سيختبر جدية تركيا في إنهاء دعمها للإرهاب. أكد وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية علي حيدر أن الاتفاق على إقامة منطقة تخفيف التوتر في محافظة إدلب سيختبر جدية تركيا في أن تتحول إلى دولة غير داعمة للإرهاب وتقوم بواجباتها لجهة إغلاق الحدود من طرفها والمساعدة في القضاء على المسلحين الإرهابيين الموجودين داخل إدلب، مشككاً في أن تنجح تركيا في هذا الاختبار. حيدر شدد في حديث مع الصحيفة على أن اتفاق إدلب وغيره من اتفاقات تخفيف التوتر محددة بمدة زمنية معينة، مؤكداً أنه إذا لم تنجح تركيا في الاختبار ومرت مدته المحددة فإن الحكومة السورية ستفتح كل الخيارات ومنها الخيار العسكري. ورأى أن مصير جبهة النصرة في إدلب سيكون كمصير كل تنظيمات الإرهابية، موضحاً أن لدى الدولة السورية خياراً واحداً هو القضاء على الإرهاب وكامل الإرهابيين واستعادة أي منطقة من مناطق سوريا، وليس لدينا مشكلة مع الوسيلة لتحقيق الهدف النهائي. وحول معركة دير الزور قال حيدر: الدولة السورية أعلنت مراراً بأن ليس هناك من منطقة ممنوع على الدولة السورية أن تصل إليها. أعود إليك يعني سيد جمال، يعني اختبار جدية تركيا بحسب وزير المصالحة علي حيدر سيتم من خلال ما توصل إليه في السنة 6، هل هناك من معلومات مؤكدة ما إذا كانت تركيا سوف تشن عملية واسعة برية بوجه جبهة النصرة في إدلب وبدعم جوي روسي؟ هل من معلومات في هذا الإطار؟ في معلومات مؤكدة بأن النصرة تعيش أيام صعبة في إدلب التي تسيطر عليها مع الحزب الإسلامي التركستاني، وهذين الحزبين وهذين الحركتين مدعومين من أنقرة بشكل كامل، خاصة الحزب الإسلامي التركستاني اللي برأسه حسن مخدوم. وهالحكي هذا في حديث أنه في أوقات صعبة عم تعيشها النصرة في إدلب، على سبيل المثال انسحاب كتلة نور الدين الزنقي ب20/7، انسحاب ما يسمى بجيش الأحرار ب14/9، انسحاب الإرهابي عبد الله المحيسني والإرهابي مصلح العلياني ب11/9. أنا أؤكد لك من الآخر بأن تركيا لا يمكن أن تتخلى عن النصرة بشكل كامل على الإطلاق. والحديث التركي ب23/8 و28/8
هو حول إدارة مدنية، هو كان شكل من أشكال حماية النصرة بشكل كامل. وتركيا كالولايات المتحدة الأمريكية وكالدول الإقليمية كالسعودية وقطر والدول الغربية يريدون المحافظة على القوة العسكرية للنصرة وغيرها من العصابات الإرهابية في سوريا. وهذا كلام مؤكد، والدليل أنا سأعطيك الدليل القطعي على ذلك. بتاريخ 15/9 الخارجية الأمريكية وإبراهيم جالين مستشار أردوغان أكدوا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة إدلب ومن بينها مناطق سيطرة النصرة. نعم، ولكن إذا تحدث سيد جمال عن اليوم النصرة. نعم، عن اليوم وتطورات اليوم، ما الذي حدث؟ لا أنا أحكي أتكلم عن اليوم، وحتى هن قالوا أنه اتفاقية منع تخفيف التصعيد تجنب النصرة من أي ضربة عسكرية روسية أو أمريكية مستقبلا. وأنا أشك بشكل كامل وكلي بأنه أنقرة ممكن تتخلى بشكل كامل عن النصرة، بل هي الآن ورقة بيدها في المفاوضات مع روسيا، وورقة لديها في حجز لها دور ما على الطاولة. وبالتالي هلا مثلا هي ب 23/8 طرحت فكره انه ابقاء النصره وابقاء معبر باب الهوى بيدها على سبيل المثال. طيب سيد يعني هي جمال، تريد الابقاء على مقومات النصره. ماذا بعد دير الزور وادلب؟ انا الان سيرانا تعقيبا على ضيفك، على ضيفك الحكى على الذي لم يعد موجودا معنا، انا حكيت عباره مهمه جدا فقط بس ضروري للمشاهد السوري، انه نحن ضد العلاقه بين قصد والامريكا، وقصد للأسف الشديد الآن يد طيعة بيد واشنطن. والدليل القطعي على ذلك، الدليل القطعي طلال سلو المتحدث باسم قصد بتاريخ 24/3 بعد الإنزال الجوي بالطبقة قال أمريكا ممكن تستفيد من مطار الطبقة كقاعدة عسكرية. إلهام أحمد الرئيس المشترك ب6/6 دعت إلى تواجد أمريكي أطول في سوريا. طلال سلو حسب صحيفة الأخبار ب18/8 تحدث عن ضرورة تواجد أمريكي طويل في سوريا، وقال في مصلحة استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية عن ذلك. عبد الكريم العمر على سبيل المثال نقل عن بريت ماكفورك وروبرت جونز نائب قائد التحالف بأنه لن نسمح للجيش العربي السوري بعبور نهر الفرات. نعم، وهذا ما قاله ربما سلبية كلية من قصد ومجموعة الأكراد للأسف الشديد. نعم، وربما هذه المواقف فسرها ضيفنا من برلين، وهو كما قال تقاطع مصالح في هذه المرحلة قد يكون غير مبرر بالنسبة لكم، ولكن هذا ما قاله. يعني سيدة جمال، ماذا بعد دير الزور وإدلب؟ يعني متى ستأتي معركة الرقة، وهل ستكون الرقة كركوك سوريا التي يتنازع عليها أكثر من طرف؟ هل كما تعلمين معركة الرقة بدأت فيها مجموعة قصد بتاريخ 5/6، والآن هن مسيطرين على نحو 60%، يعني العملية تسير ببطء شديد كما تعلمين. الجيش العربي السوري تقدم نحو دير الزور، طبعا الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن يتقدم الجيش العربي السوري والقوات الحليفة والرديفة نحو الرقة. هذا موضوع كمان هو ضمن ما يسمى بالتوافق الروسي الأمريكي والحديث عن ما يسمى بمنع التصادم، يلي التحالف أصدر بيان ب 14/9 بأنه تم الاتفاق على رسم خطوط منع التصادم، وهذا الموضوع يشمل منطقة الشرق السوري بشكل كامل. هذا من جهة. من جهة ثانية أنا أؤكد لك بأن نهاية داعش إن شاء الله ستكون في شهر تشرين الأول، هذا بشكل كامل. أنا أؤكد لك الآن أنه هناك بوادر للتسوية، ولكن الخطوط العامة لم ترسم بعد. نحن بانتظار الأشهر القليلة القادمة، يعني بعد شهر تشرين الثاني وطالع، وفي هناك تصريحات وهناك مواقف تؤكد على ذلك، ولكن نحن كسوريين وطنيين نؤكد على أمرين أساسيين. الأمر الأول هو حماية الدولة السورية الوطنية بشكل كامل ومطلق، والأمر الآخر والهام هو القرار السوري. السوريين هم الذين يقررون مصير سوريا، ونحن أصحاب القرار في الدولة السورية الوطنية. وبما أنك تتحدث يعني سيد جمال عن بوادر تسوية، في أي مرحلة اليوم يعني وصلت الأزمة السورية، خصوصا إذا ما أخذنا في الاعتبار الإنجازات الأخيرة للجيش السوري وحلفاء في محور المقاومة، وأيضا ما نتج عن اجتماعات في أستانا ونوعا ما في جنيف؟ المعركة مستمرة في سوريا حتى القضاء على الإرهاب والمجموعات والعصابات الإرهابية، يلي أحيانا
بعض الاتفاقات الدولية كالأستانة أو غيرها بيعطون غطاء شرعي تحت ما يسمى بالمجالس المحلية في هذه المناطق، ونحن ضد هذه الفكرة على الإطلاق، لأنه هي تعني بشكل مطلق نزع سلطة الدولة، نزع سلطة الدولة، وبالتالي نحن حريصين أن الدولة تكون لها سلطة على كامل الأراضي السورية. من هون نحن ننتقد هذه الاتفاقيات، أنه وحتى روبرت فورد بتصريحه ب 29/8 لصحيفة ذا نيشن الإماراتي قال الحكومة السورية لن ترضى بمجالس محلية تدير مجموعات مسلحة في سوريا. إذن أولا العملية ضد الإرهاب الدولي مستمرة، بسط سلطة الدولة السورية على كامل التراب السوري مستمر بكل تأكيد، ونحن الآن في المنطقة الشرقية سنصل إن شاء الله خلال أيام إلى البوكمال، وسيصل مناضلي قوات الحشد الشعبي إلى القائم، وسنعبر نهر الفرات بكل تأكيد نحو الضفة الشرقية، وهذا ما أكدته زخاروفا كما ذكرت بتاريخ 15/9. طيب في أقل من دقيقة هناك اجتماعات جنيف ربما يعني في أوائل شهر تشرين الأول، ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الاجتماعات بعيدا عن أستانا؟ هذا تقطيع للوقت، ما سيحصل في جنيف وغيره تقطيع للوقت، ونحن عم نتعامل مع ديمستورا كشخصية عديمة المصداقية، وأنا هون أعطيك أدلة على صحة كلامي. على سبيل المثال ب 25/6 ديمستورا بيقول أنه حرب الثلاثين في أوروبا حل أسهل من حل الأزمة السورية، وقال لست متفائلا. ب5/7 قال لست متفائلا. ب10/7 قال لست متفائلا. نتفاجأ ب11/7 بيقول التسوية في سوريا هي في نهاية العام. لحظة على التناقض في الموضوع. إضافة إلى ذلك أنا بذكر بتصريحه له بتاريخ 6/3/2015 حينما قال أن مهمتي هي لتقطيع الوقت. الموضوع الأساس والأهم الآن هو الميدان السوري. في الميدان السوري إن شاء الله ستتم التسوية كما تتمناها الدولة السورية الوطنية ومحور المقاومة والحليفة والصديقة روسيا الاتحادية. المهم الميدان، المهم القضاء على العصابات الإرهابية في سوريا، لا للمجالس المحلية في سوريا تديرها العصابات الإرهابية، وهذا ما أشار إليه آنسي رنا. لقد انتهى الإرهابي محمد علوش ب 13/9 حينما تحدث عن إنشاء جيش وطني. تصوري على لقد انتهى الوقت. الإرهابي نعم أعتذر عن المقاطعة، ولكن لقد انتهى الوقت بشكل كلي. سيد جمال محمود شكرا جزيلا لك، وأنت أستاذ العلاقات الدولية بجامعة دمشق على هذا المشاركة في حلقة آخر طبعا. إذن مشاهدينا إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، المواد تتجدد في صباح الغد، إلى اللقاء.